في أمور صارت عادة بحياتنا بس ما جربت تغير فيها وتعطيها روح جديدة؟ مرات تلاقي نفسك محتار والجواب يكون شيء ما تتوقعه، يعطيك فرصة تبدع. والإبداع ألوانه ما تخلص ويخليك تحقق طموحك وتشوف الأمور من زاوية ثانية. وقتها الدرب ينفتح قدامك والمستقبل يكون هو الوجهة. فكر فيها، كل هذا ما يستاهل التغيير؟ التحويل تغيير. حول راتبك إلى البنك الأهلي الكويتي واكتشف معنى التغيير.